ما عم بيرد علي. بابا؟ بيلا؟ بابا انت شو صاير معك؟ بابا وين كنت؟ بابا ليش حاطط هاد؟ ما في داعي تخافوا، انا منيح، عملت حادث صغير بس. طيب وما خبرتنا لهلا؟ لانه ما في داعي خليكم تقلقوا، يومين وبصير منيح. خلص بابا انت عم تتعب حالك بالشغل، ما بتنتبه على صحتك ابدا. تعال رح اخذك على غرفتك، امشي. ماشي، ما على قلبك شو عم تهتم بحالك؟ طيب مين اللي رح يهتم فيه بعد ما اتجوز وسافر؟ انا بقيانه هون لأمتى؟ مو بابا رح يزوجك كمان إلك عن قريب؟ رح يختار لك شاب أكيد يكون منيح. عن جد مفكرة أني رح أتزوج من اختيار بابا مثل ما عملتي؟ بس بابا ما اختار لي شاب مو منيح، وأنا متأكدة رح يختار لك أحسن شاب، أنا متأكدة. تعرفي منيح الخطابين يلي بيجوا على هذا البيت بتهمهم مكانتنا أكتر منا. ورومي؟ كل بنات الجامعة حاطين عينهم علي، وفي بنات تقدموا له كمان، بس هو عيونه علي لوحدي. عيونه عليكي، فضامنتي وحاططتي بجيبتك ما؟ رجعتي تحكي هيك؟ وليش التفكير؟ برأيي هذا الشاب عن جد بيحبك من كل قلبه. ما بعرف شو بدي قلك، بس أنا ما بدي أتزوج هلا، حتى قلت له لبابا ما بدي حدا يناقشني بهالموضوع قبل 5 سنين. وإذا بابا جبرك تتزوجي؟ بظن هي حياتي وهاد قراري إلي. طيب سكري على السيرة وقومي ننزل على السوق. يلا. مبارح نزلنا على السوق. بعرف، بس عيد زواج أهل سارم بعد العرس دغري، وبدي ننزل على السوق نجيب لهم هدية مميزة كتير. شي غريب، أنا أول مرة بشوف كنا متحمسة كتير لعيد زواج بيت حماها. معك حق. يلا قومي بسرعة. يلا سبقيني. يلا جاي. ماشي. حق أمي عن جد تجاوزتي الحدود، رح كل تعبي وأنا عم حفظك الحديث على الفاضي وبالأخير نسيتي. بعد ما وصلت اللقمة للتم رح تخربي علينا. مو أنتي مبارح قلتيلي أني مفروض لازم دق الحديد وهو حامي، وأنا هيك عملت. إيه مزبوط، أنا مبارح هيك قلتلك، بس ما قلتلك تحكي كل شي بقلبك. تجاوزتي الحدود عن جد، شو بيكون هلأ أخذ فكرة عنا الزلمة؟ صباح الخير أستاذ.